إن تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وإن تعظيم الحرمات خير للعبد عند ربه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. فقال عز من قائل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر دين، وتعظيم الشعائر يوجد في القلب التقوى، ووجود تعظيم الشعائر دليل على وجود التقوى في قلب العبد. إن من حكمة الله عز وجل أن اصطفى واختار بعض الأشخاص والأزمان والأماكن والأحوال، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وتعظيم الشعيرة عند المسلم ينطلق من أصل عقدي عظيم ومن أصل إيماني كبير. هذا الأصل العقدي وهذا الأصل الإيماني لتعظيم الشعائر إيمان العبد المسلم المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء هو صاحب الحق الأوحد جل جلاله أن يصطفي من خلقه ما يشاء، وأن يختار من خلقه ما يشاء، وأن يفضل بعض خلقه على بعض ما يشاء، وأن هذا حقه سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق جل جلاله. والله عز وجل يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب: لا والله. ولأنه العليم بما خلق، وهو القائل سبحانه وتعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ وهو القائل عز وجل: أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو صاحب الحق لأنه الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الحق، فلله الحكمة البالغة وهو أحكم الحاكمين جل جلاله. فالأصل العقدي الإيماني الذي يقوم عليه تعظيم الشعائر أن العبد المؤمن يقر إقرار يقين أن الله صاحب الحق أن يصطفي وأن يختار وأن يفاضل بين الأشياء كيف شاء، وأن العبد يجد ذلك في كتاب الله، في قوله عز وجل، في قوله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن هذا الحق في الاصطفاء، فيقول عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء، فهذا حقه، وحقه أيضا بعد أن خلق ما شاء أن يختار مما خلق ما شاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فاختار سبحانه وتعالى بعض الأزمنة على بعض وفضلها عليها، واختار سبحانه وتعالى أيضا بعض الأمكنة وفضلها على بعض، وهكذا أيضا من الأشخاص والأحوال. فالإيمان بهذا التفضيل مبني على ذاك الأصل العظيم الإيماني الكبير أن الله الخالق هو صاحب الحق في الاصطفاء والاختيار، وأن الله عز وجل خلق الزمان، خلق الليل وخلق النهار، وأنه فضل بعض الأزمنة، ففضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وفضل شهر رمضان فجعله سيد الشهور، وفضل العشر الأواخر من رمضان على بقية الشهر، وفضل ليلة القدر على ليالي العشر، وفضل الأشهر الحرم. ومن الأزمنة التي عظمها الله تعالى وفضلها على غيرها من بقية الأشهر الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. إذن هذا التفضيل وهذا التقديم وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار حقه جل جلاله، والعبد المؤمن يسلم لربه بذلك ويرضى بحكمه جل جلاله ولا يعارضه. ليس من حقك، وإنما حقه. لماذا حقه؟ لأنه هو الذي خلق، ولأنه العليم بما خلق،
ولأنه الحكيم في أمره فيما خلق جل جلاله، وأن الله أعلمنا بهذا، ولا بد من الإيمان به. أين أعلمنا؟ في قوله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والإنسان مطلوب منه أن لا يظلم نفسه في كل وقت حياته في السنة كلها، لكن الظلم للنفس في هذه الأيام، أيام هذه الأشهر الأربعة، يكون أشد تحريما من غيره. وقد جاء عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ذلكم أن هذه الأشهر يحرم فيها القتال، وقد كان أهل الجاهلية يحترمونها، وإذا جاءت الأشهر الحرم توقفوا عن الغارات والاعتداءات التي كانوا عليها، حيث أن شريعتهم هي أن يأكل القوي الضعيف، فيتوقفون عن هذا الفساد في الأشهر الحرم احتراما لها. وهذه الأشهر الحرم قد خصها الله عز وجل بالنهي عن ظلم النفس فيها، فقال عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكون بواحد من أمرين: إما بترك واجب، وإما بفعل محرم. فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. فالواجب تعظيم ما عظمه الله عز وجل، لأن ذلك من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله، كما قال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكنهم كانوا إذا طاب لهم صيد سمين يحتالون على هذا الأمر، ويقدمون شهرا ويؤخرون شهرا، وكان يطول عليهم الامتناع عن الغارات والاعتداءات والنهب والسلب 3 أشهر، فيؤخرون محرم ويقدمون صفر. وقد فضحهم الله تعالى بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فيحلون أياما من شهر محرم ويؤخرونه، ويدعون أن هذا من صفر، حتى أنهم يعملون ما يحل لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، والله خلق السماوات والأرض وخلق الأشهر وجعلها مرتبة متوالية بالترتيب المعروف عندنا. فهؤلاء أهل الجاهلية الذين خلطوا بينها وقدموا وأخروا، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها هذا العبث قد التغى، وأن الأربعة الأشهر الحرم هي كما هي يوم خلق الله السماوات والأرض، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب الذي بين جمادى الثانية وشهر شعبان. هذه الأربعة هي الأشهر الحرم. وهذه الأشهر الحرم كانت معظمة في الجاهلية، وعظمها الإسلام بل أقر تعظيمها، فعلينا أن نعظم ما عظمه الله ورسوله، وأن نحترم هذه الأزمنة